نجم نشوف من قريبة. إيه شوف السدية هذه 50 مليون. إيه إحنا توريني حاجة أخرى. هاي هذه 70 مليون. يا محلى عندكش حاجة سبيسيال؟ سبيسيال عنا هاي هذه من البرازيل 150 مليون. اي والله تستاهل. صمد تليتر وتنجم تطلب الشرطة 197. ست 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 زمي يا ريف المالتي اطلب الحاكم. تخدم في السبيطار؟ اي شد عندك انت هو شو مدخلني انا؟ تنسيون طلع شوية مداما ماذا بيني كنت نقصن متنرفيس نقصوا من عارف مسيو مش بيه رهوة جيكم صغير بيه مدام لازمك تكلنا ماكلة إكيليباي فيها برشا بروتيين اي شورتو برشا فيها وكالسيوم لازمك زيدة تشرب برشا ليكيد مي جو وتبعدنا على الكافيين فوق علينا من التاي فوق علينا من القهوة الجازوزلي داكوردو ترقد مليح مليح وماذا بينا لا تتكيف ولا تقعد بحدا شكون يتكيف مسيو ماذا بينا كاين الكول لي يعمل العرك راهو هاي اسمها يا مدام الفاتورة هذي عندها أكثر من 30 سنة. يا حسرة يا حسرة يا حسرة. شوف 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 هذه تصحح برنا بابا يرحم وسيلة بورقيبة صياغتها الكل عملتها عنده. انت ظاهر فيك من لانسيان كليانت مالا قلت تحب تبيعو؟ ليه نحب نرجعو وناخو فلوسو. كيفاش يا مدام ترجعو؟ يجي نرجعو سلعة عندها 30 سنة هذا لو كان تصبر عليه تولي باتريموان في متحف ما عادش يجي قنزي. يا مدام انا زامي كان يعني في المالتي يعاود يرجع السلعة خلصت من الفترينة اما على خاطر انت من ريحة برنار عطيني الفلوس في الفاتورة. ايه؟ وزا تشير مدام؟ هو بي هو عندي هذا دينار فضة زي 5000 فضة يا ما الليل قريب يتيح علي وانا ماشي نخدم عادي جبت لكم معايا كنز. هو ولا هو اللي جابوا الكنز؟ اسمع انت في باليس بيك تخدم في كلينيك مش كان هزينا السبيطار خير؟ باش تخرج 250 مليون في السبيطار؟ هي كلبة تو باش تولد وزور كلينيك، وأنت خزنة متنقلك كما ما تخسرش عليه كلينيك؟ ما فهمت شيء أنا راه. ما تفهمش خير. القطعي هزايا ببالع ثلاثة ديامونتات متاعي، فلوسي في كيرسو. ها والكروش. شكون تقصد؟ شنو هي الحرب هذيا؟ شوري فما؟ بالع ثلاثة ديامونتات متاعي. الموت هزوا المركز جيبهولي لهوني الويش. شيء سي توفيق نزول المركز تبوني نحل انا كرش مواطن في المركز ناقصين فضايع نحنا معكم قلتوا لي هو بالع مسروقات ايش نعملوا سيزاريان انا في المركز اما والله سي توفيق هذاك جبته لي في عهد الغفله الوشق هذايا ما يشدش معايا درجين ورسم ولا ما بيضمك عبد ديمونت ومصح عليك شيتي في عهد الحريات اسمع انا ما نخرج من هوني كان بفلوسي زمي زمي يعني في المالتي يسكوه يسكت زمي سيشدوا لهي براه يسكنه سي جليل عندك حالة مستعجلة ما فهمتش اكسيدون ولا شنو حاسينو يحكيو بالعربية الفصحى هاي يلا اوبولو اش فهمه يا اخي كاد جورجونس بيوم يقوم هيا كاد جورجونس سي جليل هزوني مع عندكم مامان انت يقعد ميش اقعد ونزني خير مش مهزك وزرة تاريخ مرنيك تعرفه ولا ناخذ تاكسي على رواحنا صلي عني بيس جليل ما نعرف كان هي ثبت اسيا قد لك هوني ايه شو نثبت بهيش يوم بلدو سازي تكلمتهم هنا يخي نعطوني على نفس البلاصة هذي بالضبط بلايس كيما هكا خلو قفار لا فيهم لا ادريس على بلاك
يمنين ندخل أقدر لي الفخ في ما ضو يمين الدار فما شكون هنا شنو بيوني حسستني احنا جماعه ستيك جاي نفركسوا على مقلت الضوء يا كلكان بدي في المرعب تاع واحد سليب يا سليب اش قطع لي البلصون مصبتين هذه البلاصه تسال فيها انا سي جلال ما هو سالي اسيا اللي اعطتك الادريس يا جماعه انا من رايي كان نرجع ونجينا خير نرجع 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 عندك الحق انا فيجي بنش مرتاح حتى لهالبلاصه هذه قلبي ما قايل لي خير نعرفهم راني انا دي بلاصه مالت بالسبت بكلهم كوارث احنا راهو جينا خاطر كلمونا هذاك علاش ايومي ثبت هذه الدار هذه الدار الاخرى عسليم اخويا صبا احنا ليكيب ميديكال جينا انتوما كلمتونا باش نعطيو الاسعافات الاوليه وينو المريض السلام عليكم السلام عليكم جماعه السبيطار وصلوا بعون الله وحفظه دخلهم شوفوا المريض واضح واضح السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله هاي تفضلوا معي قلت لكم تفضلوا معي سمعوا وطاع سمعوا وطاع انتم تفضلوا معي انت استنى هنا المصاب في حاله حرجه لا لا مستانسه ها مقصد شيء راه بحكم خدمتنا مستانسين بالوضعيه هذوما تفضل هاك المصاب